ما علي بنتي، بدها صبر وطولة بال. كمان عمك مضغوط وشايل 100 مصيبة فوق راسه. سمية، أنا بعرف قديش صعبة عليكي، بس شايفي شو صاير؟ يعني في حل تاني؟ لا، والحل إنه تجوزونا للي قتل بيي؟ شو؟ خيو لجبل اللي قتل بيك، بعدين هو كمان عم يتجوز بنت اللي قتل بيه. إذا هو ظابطة معه أنا مستحيل تزبط معي. لك أنا ممكن نتفه إذا بشوفه، ممكن تقله جوزة رقبته بسناني. تزبط معه لما فكر يضحي تيوقف الدم، وأنت عم تضحي مثله. عم تضحي بشو أمي؟ بشو؟ ببي اللي بعد ما نشف ترابه؟ ولا بخطيب اللي مسمى علي؟ بشو عم تضحي؟ أنت مسمية على خطيبك، وهو كمان خاطب وكان بده يتجوز لولا اللي صار. وعم تقوليها كمان؟ ما بكفي بدكن ياني أعيش مع العيلة اللي قاتلي بي، بدكني كمان رح أقعد محل وحدة تاني هو كان يحبها ومش قادر يشوف غيرها؟ انت متخيلة الحياة اللي عم تدون عليها؟ معك حق، معك حق بكل حرف عم تحكي. تفضلي قرري شو رح تعملي. أمي، انت بدك ياني اتجوز جبل؟ رد علي. بيك هو اللي غلط وانت عم تدفع الثمن عني. ما جاوبتيني، انت بدي كاني اتجوز جبل؟ فكرك سهل علي انك تجوزيه؟ انا موجوعة مثلك واكثر مني. موتة سليمان كسرت لي ظهري، بس شو طالع بالإيد؟ شو طالع بالإيد؟ شوفي سمية، إذا رفضتي تتجوزي الدم ما رح يوقف، وساعتها رح تلاقي عين وحدة عم تطلع فيك ومسامحتك. بس إذا جيتي على حالك وتجوزتي جبل، العائلتين ما رح ينسولك إياه. فالموضوع عندك، تفضلي هي خيك قدامك. إذا هالقصة ما خلصت رح تضل السكين فوق رقبته كل عمره، حابة ترميه هو كمان.